بحفاوة بالغة يستقبل أعضاء منصة معا من أجل السلام في تشاد من قبل حزب المحولون لرئيسه سيكسيما سارا، الذي جاء من أجل التشاور مع الأخير لإحلال مسألة السلام والعمل على إنجاح الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. اليوم وصلنا إلى مغر حزب المحولون من أجل الحديث والتشاور والمناقشة في العديد من القضايا التي تهم البلاد والعباد، وأهم هذه القضايا قضايا السلام وقضايا الفترة الانتقالية. لذا يجب على كل القوى الحية ويجب على كل مواطن تشادي أن يساهم في المحافظة على الأمن والاستقرار، أن يساهم في برنامج السلام في تشاد. رئيس حزب المحولون سيكسيما سارا بعد ترحيبه بأعضاء المنصة تطرق إلى أن السلام له دور كبير في تطور المجتمعات، وهو نعمة للبشرية أنعم الرب بها عليهم، مؤكدا دعم حزبه ومشاركته مع أعضاء المنصة من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب. زيارة قدم فيها الطرفان عدة اقتراحات وحلول تساهم في إتمام نجاح الفترة الانتقالية وتوعية المواطنين حول قضية السلام الذي يقرب بين الناس ويجمعهم على المحبة والعيش سويا في بلد آمنا مستقرا ناهضا في جميع المجالات.